نظرا لتفشي الوباء العالمي هذا وباء كورونا، نقوم بتنظيم زبائن مكتب البريد بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ونشكر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التي تقوم بمجهودات كبيرة وجبارة في تنظيم هذه العملية. الدرك الوطني الحمد لله يا ربي راه وقف معنا فوق اللازم، هذا الواجب تاعه، راه وقف معنا من الأول حتى التالي في قوة رمضان، راه هو ينظموا هنايا والشعب تعرف الشعب الناس تولي واحد على واحد. نشكر الدرك الوطني اللي هم متكفلين بينا واللي راهم منظمينا، وربي يحفظها ويحفظكم، وان شاء الله بربي يبعد علينا هذا الوباء وربي يحفظكم ويسركم ان شاء الله. هذا الوباء اظهر معدن الناس واظهر التكافل الاجتماعي بين كل الفعاليات الحساسة على مستوى الوطن، من بين الجيش، الدرك، الأمن، الشعب، المجتمع المدني، الأحزاب، معناتها الكل شارك في هذا الشيء والحمد لله.